وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً نشكر عمنا الجمري على هذه الاستضافة الطيبة، ونشكر الإخوة القائمين على أمر هذه المحاضرة، ونشكر الإخوة الدعاة على تلبيتهم هذه الدعوة. وعنوان هذه المحاضرة أول الرسل، وهو نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل نوح عليه السلام. وأخطأ المؤرخون عندما قالوا أن أول الرسل هو إدريس عليه السلام، ورد عليهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب كشف الشبهات بهذه الآية وبحديث الشفاعة، أنهم يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول الرسل. فأول الرسل نوح عليه السلام، أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه بعد أن وقع الشرك بسبب القلوء في الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ود وسواع ويقوث ويعوق ونسرا كانوا خمس رجال صالحين في زمان نوح عليه السلام، فهلكوا أي ماتوا. فأوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا عليهم صورا أي تماثيل لكي تتذكروا العبادة عندما تنظر إليهم، تتذكروا عبادة هؤلاء الصالحين فتعبدون الله تبارك وتعالى. لم يقل لهم أنهم يقربوهم إلى الله. الشيطان استدرج قوم نوح عليه السلام إلى الشرك استدراجا، فقال لهم لكي تتذكروا عبادتهم فتعبدوا الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: فهلك الجيل، هلك هذا الجيل. قال: ونسي العلم. مجرد ما العلم ارتفع من الأمة بيحصل الجهل، ومجرد ما حصل الجهل يقع الشرك بالله تبارك وتعالى. فأوحى الشيطان إليهم أن آباءكم كانوا يتقربون بهؤلاء الصالحين إلى الله، فوقع الشرك، جعلوهم واسطة بينهم وبين الله. لم يقولوا أن هؤلاء خلقوهم، ولم يقولوا أنهم يرزقوهم الذرية، ولم يقولوا أنهم يعلمون الغيب. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا سببنا دير صالحين وبيقربونا لله، وده شرك بالله تبارك وتعالى. فأرسل الله نوحا عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أتى ليدعوهم إلى التوحيد 950 سنة، يدعو قومه إلى التوحيد. والشرك بتاع قوم نوح كان أقل من الشرك ده، عشان كده قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة من رسالته القواعد الأربعة: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل. لأنه يا أخواننا قوم نوح عليه السلام عبدوا هؤلاء الصالحين ليتقربوا بهم إلى الله تبارك وتعالى، ولم يقولوا أنهم خلقوهم،
ولم يقولوا أنهم يهابون الذرية ولم يقولوا أنهم يعلمون الغيب. لكن في الزمن ده في ناس بيقولوا غير الله بيعلم الغيب. يقول لكم مغنى زاوير للأولياء الأقطاب ليهم نشاوير، منهم خفي الحال منهم مجاهر، إلى أن قال منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وفي كتاب من كتب الختمية، يا أخوان الدين ده واضح، نحن لا جايين ننبي الزول ولا جايين ننبي قبيل الزول، نحن بنديك كلام كتبوا ناس واعتقدوه في قلوبهم، اعتقدوا الكلام ده في قلوبهم. قال أنا في صفحة 125 من النور البراق، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال بعلم الغيب تفصيل وإجمال، وعلم الغيب لله وحده لا شريك له. ده الشرك الأغلظ من المشركين الأوائل. المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الخلق السماء بقولوا الله، الخلق الواقع بقولوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ده قال أنا عرشها، ده برضو الخدمي قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. يا أخوان الكلام ده ما كفر بالله؟ يا أخي ده كفر بالله تبارك وتعالى. قال بنى السماء دي، عشان كده مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام وباقي الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما خلق الله الجن والإنس إلا للتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه ليعبدون أي يوحدون. ربنا أرسل نوح عليه السلام وهو أول الرسل بالتوحيد. وأنا طبعا ما دارتي لأنه الإخوة المتحدثين كثر.